السلام عليكم. السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين جمال الماضي غاضب جدا من بلايلي ويهدده بالإبعاد من المنتخب الوطني بسبب يعني حسب المعلومات يعني وين بإبعاده بسبب سلوكاته. فسخ النجم مهاجم يوسف بلايلي عقده بالتراضي مع نادي قطري قبل مشاركة رفقائه منتخب الجزائري في نهائي منافسة كأس العرب الفيفا قطر 2021، في خطوة خلفت كثير من الجدال لدى الجزائريين الذين تساءلوا عن موقف الناخب الوطني الجزائري جمال الماضي من ذلك. ويبدو أن فسخ يوسف بلايلي لعقده مع فريقه قطر جعل جمال الماضي يغضب بشدة، خاصة وأن الخطوة جاءت في وقت حساس جدا حسب ما كشفه موقع من مصادر وصفها يعني قريبة جدا من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. واعتبر التقني الجزائري بالماضي أن بلايلي أخلف وعده الذي قدمه لمدربه الوطني السابق عندما دخل في بطالة طويلة بعد فسخ عقده مع النادي السابق الأهلي السعودي قبل التحاقه بنادي قطر القطري، وقدم بعدها وعد لمدربه الوطني بعدم إعادة الأمور هذه. وجاء غضب الماضي بسبب احتمال دخول نجمه بلايلي في أزمة بطالة، ما قد يؤثر على وضعيته مع المنتخب الجزائري بالنظر لوزنه الكبير في منظومة الناخب الوطني الذي تنتظره تحديات مهمة جدا مع كتيبة الخطب. صح على بالك دروك احنا ناس هذوك اللي تسرعوا مساكين في اليوتيوب. قالك بالماضي قال له لازم تفسخ العقد تاعك وتروح لاوروبا، واحد هذو جماعة تشينيكيتو وجماعة يعني حاكم مدى الناس ملاح وكلش هذو جماعتهم، وين خرجوا قالك بالماضي قالوا لازم، قالوا روحوا انا عندي نقول لكم، قال لهم بالماضي قالوا لازم تفسخ العقد تاعك اليوم وتني في فرنسا. قلت لكم يا جماعه أنا شوف حنا ماذا بينا ينجح، ماذا بينا خاطش عليه مايسترو كبير بلايلي، لعاب كبير، لعاب خارق العادة، لعاب خارق العادة، لعاب هذاك ما والله لا حي الله محمد رسول الله، لعاب يعني لو كان احترف يعني لو كان عنده مناجر مليح والله ما يوصل لهذا الموصل، ما يوصلش لهذا الموصل، لكن الله غالب. حنا ما نجم على واحد من الناس ما نجمش ندخل نقول له باباك منا من لا ما نجمش، خرج بابا هو متحكم فيه، بابا هو اللي قلب الامور تاعو، ما نجمش كيفاش تدخل انا نروح عند تروح عند واحد تقول له باباك كي والو راح حاقرك، ما تقولها لهش، خرج باباه وين راك تشوف كيفاش، وين ديك خطره جامة بالماضي وين هدر على هذ الامور. لكن انا نقولها لكم ونعاود قلتها لكم النهار اللي الناس ولا يقول لك مارسي اتليتيكو نيوكاسل، واحد يقول له في لانتر، واحد يقول له في اسبانيا، واحد انا ماذا بينا يروح لاسبانيا، انا واحد من الناس ماذا بيا يروح لاسبانيا. بصح نتكلموا الحقيقه، وين راه النادي كيما مارسي، مارسي اللي كيف جواله كي دايرين وهربوا منها، مارسي وزنت تريكو تاعها كبير وفيها ضغط كبير، يعني فيها واحد صوالح مارسي على ديك نقولوا بلي مونبيلي ولا نيس ولا هذو لي زيكيب هذو وين ما ينجموش يتعاقدوا. وقلتها لكم يا جماعه، قلت لكم ما ينجموش يتعاقدوا مع لعاب غادي يغيب مده على الاقل 30 يوم 45 يوم يغيبها. قلت لكم بلي مكاش انتقالات، يكذب عليك تشوف انتقال كيما نقولوا حنايا بالك بن طالب غادي يسني ما عانش خاطر على ما راش في المنتخب الوطني الجزائري، تشوف بالك زين الدين فرحات يروح لمونبيلي، تشوف بعض الامور. حنا واحد كيما بلايلي ماذا بينا، ما
ماذا بيا يروح لمارسي؟ بصح ماشي ما نعرفش والله. لا ما تنجمش تشوف لعاب لعاب هذا مهم، ما بغيناش هذا الضجه اللي دارها، مازال ما بان حتى فايده، بهدل عليه ضجه مازال ما بان حتى فايده، حاجه مازال ما بانتش. كاش ما بانت لكم ها راه الناس راه بلاغهم يهضروا على القائمه ويهضروا على يهضروا على على اللعابه ويهضروا من الناس بلاي اللي يخدموا به، بلاي اللي يخدموا به تاع داروا عليه سته ولا سبعه تاع لي فيديو مارسي، واحد يقول لك مارسي، واحد يقول لك مدريد، واحد يقول لك من، واحد واحد قال له مدريد، مدريد شكون مدريد؟ بلاي اللي ينتقل الى مدريد، بلاي اللي من بلاي اللي من بلاي اللي خلوا الطفله خلوها. ورغم ان وين وبالرغم ان فسخ بلايلي لعقده مع نادي الملوك لن يؤثر عليه من الناحيه البدنيه في مهمه دفاع كتيبه محاربي الصحراء عن لقبهم القاري في الكاميرون، بما انه خاض منافسه كاس العرب، الا ان الامر قد يخلق مشاكل كبيره في المنتخب بعد نهايه الكان. وين تشوف بالماضي ما راش يخمم على الزروك، خلي الزروك يعني يدخل في التربص، ما كانش مشكله، ما كان حتى مشكله. دروك دروك بلايلي يلعب كاس افريقيا طوب، يلعبها طوب، يلعبها كبيره كاع. بصح الا ما سنياش دروك، الا ما سنياش دروك في التحويلات الشتويه، ما تجيب تكمل الكوب دافريك، يكون كلش كمل، يكون لعاب يدخل لك في بطاله. الا ما سنياش نقولوا احنا في اوروبا، ننجمو نقولوا بلي سني في 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 الخليج، ينجم يسني في الخليج. انا عرفت وسيكون النجم الجزائري يوسف بلايلي خارج حسابات بالماضي شهر مارس المقبل حسب ما يراه المختصين، في حال لم يلتحق باي نادي بعد نهايه المنافسه كاس افريقيا، لان رفقاء محرز تنتظر بعدها مهمه صعبة لاقتطاع تأشيرة عبور لمونديال 2022، ويريد أن يحشد المدرب الوطني جمال بالماضي من دون شك جميع أسلحته الفتاكة شهر مارس المقبل لخوض مواجهتين دور الفاصل المؤهل مباشرة لمنافسة كأس العالم بقطر، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيقه بالماضي واشباله ان شاء الله بربي. حنا حاجه اللي نتمناوها البلايلي لعاب فنان كبير، بلايلي بلايلي فنان كبير، بلايلي ما كاش لي يوكر بلي ماهوش لعاب، فنان كبير، فنان فنان. بصح في امر واحد اخر يعني ما سيرش مع انا بالك الواحد اللي يقول ما بغيتش الناس ولاو يحضروا، الوحيد بالك اللي انتقد باباه قلت علاه هدر باللي فسخ العقد، نورمالمون تاي روح وهدروا اللي بتهدروا، خاصة وين باباه يطلب عنده مطالب كبار، باباه زوج ملاير و500 مليون في قطر قطري وقال لهم زيدوا، يدي باباه بركة الماناجير تاعو كان يدي زوج ملاير و500 مليون في قطر قطري، باباه الماناجير تاعو الشهرية يديها طيح له الجزء تاعه وقال لهم زيدوا. انا نقولها ونعاود والله وبلايلي جا عنده شويه تفكير اي شويه كيما اسلام سليماني، اقسم لكم بالله العلي العظيم لا الكره هي ريح، مي تكمل بارتي يريح مع ريمينيكي، والله العظيم لا الكره يريح مع ريمينيكي ويريح مع بيكان باور، قسما بالله العلي العظيم نقول لكم نحلف لكم. ولو كان زعماك من الاولى بلايلي من الميتاسي محمد بلايلي راه من 2013 محرز، راك تشوف محرز انسان اللي يخدم، راك تشوف محرز انسان اللي يخدم. بلايلي راه من 2013 محرز من 2015 2016 كماصا الخدمه تاعه كماصا الصح كماصا يطلق في السم تاعو. شوف الناس اللي تخدم، الناس اللي محترفه بمعنى الكلمه. شوف حنايا بلايلي راه من 2013 2013 14 15 مازال كاع ما داش العبره، ما داش العبره كاع. وانت ها وينتا وينتا والله وبلايلي والله العظيم، وجا عنده شويه عقل شويه 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 كيما اسلام سليمان، اقسم لكم بالله العلي العظيم لا ميتكمل البارتيه بايرن في البايرن ميونخ، ميتكمل البارتيه
يهود يقعد يجمع مع ابي كان باور والريمينيدي. بصح لما تهدر مي تهدر كيما هكاك يقول انت تكره انت يعرفوا انت تكره يعرفوا مسلوب انتوما انتوما ربي يبغي ربي راه يبغيكم انتوما ربي راه يرسلكم البراوات ربي يرسلكم براوات انتوما شوف كيفاش العام كيما شو انت يدخل مدرب هذه من شوف مصادر موثوقه من الاتحاديه الجزائريه واش تكلموا على بلاي تمناو له ان شاء الله بربي انا واحد من الناس تمنى له ان شاء الله بربي التوفيق التوفيق انسان نيه انسان خدام يعني نتمنى له ان شاء الله ربي يوفقه هذا مكان